السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الكيك بالبعويد. كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف وفي نفس الوقت المذاق ديالو زوين. بهذا البعويد اللي كيكون معلب تقدروا تستبدلوه بالتفاح الا ما كيعجبكمش البعويد. هنا في المكونات عندي جوج ديال البيضات، عندي كاس لارب ديال السكر سنيدة، كاس لارب ديال الحليب، عندي نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، عندي فاني 7.5 غرام والخميره 12 غرام، يعني خنيشه ديال 8 ونص ديالها فيه 4 غرام، المجموع 12 غرام. ونحتاج جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. هنا خديت البول فاش غنخدم، درت فيه كاس لارب السكر وجوج بيضات وكيس ديال الفاني. الا بغيتو تخدموا بالخلاط الكهربائي خدموا به، حتى هو كيعطي واحد يعني كيجي الكيك خفيف اكثر. الا ما احتاجيتوش علاش خدموا غير بالفوت، هو كيجي. نبدا نضيف الزيت، الزيت غنديرو نص كاس ديال العنبه، هنا كاس لارب ديال الحليب، هنا عبر جوج كيسان ديال العلبة ديال الدقيق، وغادي نضيف كيس ونص ديال خميرة الحلويات، مجموع 12 غرام. خديت هذا المول هذا، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نفرغ فيه هذا الكيك. كما شفتوا راه القوام ديالو كيجي شويه ثقيل. بالنسبه لهاد العلبه هذه ديال البعويد، خديتها صفيتها من داك السيرو اللي فيها. غادي نحتفظ بواحد نص كاس العنبه من داك السيرو، غادي نحتاجه في التالي باش غادي نضيف له معلقه د المربى، وغادي نلمع به او كتسقيو به هاد الكيك ديالكم. بالنسبه لهاد الاصناف هادو ديال البعويد كتصفيوهم مزيان وغادي نقطعهم باش نديرهم فوق من الكيك. صافي البنات، من بعد ما حطينا دوك الطريفات هكا ديال البعويد، غادي ناخذ شويه ديال اللوز افيلي وغادي ندير هاد الفراغات هادو، غنملئهم بهاد اللوز. كتجي زوينه بزاف وكتجي عاطيه حتى للعين هكا، الا بغيتو تقدموها للضيوف او ما يوليكم. دابا غندخلها طيب على 180 درجه، طيب ان شاء الله ونرجع معكم باش نوجد معكم داك السيرو اللي غادي نلمعوها به وفي نفس الوقت كنسقيوها به. بالنسبه للسيرو خديت نص كاس د العنبه من داك السيرو اللي كيكون في العلبه ديال هاد ديال البعويد، ودرت معاه معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش. غادي نردهم يغلاو ونديرهم في واحد الزليفه باش نسقي بهم الكيك. صافي البنات، السيرو كيما شفتوا كيولي بهذا الشكل هذا من بعد ما كيطيب مع داك المربى. صافي غادي نسقيها كامله. بغيتو ديرو تكثر من هاد الكميه اللي درت انا ديال هاد السيرو هذا، ديروهم. انا بالنسبه لي نص كاس كافي.
الا كانت الكيكه بارده سيرو يكون سخون والعكس. صافي البنات دابا كيما شفتوا سقيتها وغادي نخليها تشرب مزيان وتبرد في نفس الوقت عاد نقدر باش نقطع لكم وتشوفوها من الداخل ديالها. بالنسبه كيما قلت لكم الكميه ديال السيرو تقدروا تسقيوها كامله، انا المهم ما بغيتهاش تجيني فاسقه بزاف فدرت غير نص كاس ديال العلبه من داك السيرو ومعلقه ديال المربى، وكتجي الحلاوه ديال السيرو هي هذيك، ما تضيفوا لا سكر لا والو. غنخليها تشرب ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا، خليتها شويه تبرد باش كتشرب مزيان، كتجي زوينه وسهله وامكاننا نديروها في واحد المول يكون صغر من هذا اللي استعملت انايا، انا درتو شي شويه كبير باش ما تجينيش هكا الكميه ديال الكيك اكثر من هذا الحشو اللي درنا ديال البعويد باش يجيو قد قد. وبالنسبه للمول ديروا القياس اللي عندكم، يعني تكون شي شويه ما تكونش ما يكونش صغير، يعني من الافضل يكون ديك 24 سنتيم ولا 22 مزيانه. غادي نقسم لكم واحد المقصود تشوفوا كيفاش كتجي. البنات هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي زوينه بزاف، الا جربتوها غادي تعجبكم. بالنسبه للبعويد كما قلت لكم تقدروا تبدلوه بالتفاح، يعني التفاح اللي عادي ديالنا كتقطعوه على جوج وتحيدوا له داك الوسط ديالو وترققوه بالطريقه اللي قطعت انا ديال البعويد، حتى هي كتجي مزيانه. وحتى التالي وكتسقيوه بنص كاس ديال العنبه ديال العصير ديال العصير ديال البرتقال مع واحد معلقه ديال المربى، يعني نفس غادي تستبدلوا السيرو بالعصير ديال البرتقال بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم البعويد. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ونشوفكم فيديو جديد. بالسلامه عليكم.